بالنسبة للمنطقة، إنه المنطقة الأولى راح تكون إنه R capital أقل من أي، واضح؟ هاي أول منطقة لا تساويها أقل أو يساوي، اكتبها إنه أقل من أي. فهنا راح يصير حسب قانون جاوس لو تكامل إبسلون نوت E dot ds يساوي إن Q enclosed. طبعا هنا أنا ما راح أتحدث عن هذا الطرف، لأن هذا الطرف هو ما هو إلا إبسلون نوت في الإي كابتول في المساحة لسطح الجاوسيان الخيالي اللي هو 4 باي طبعا شنو R سكوير. هنا حديثنا راح يدور حول الكيو انكلوز ضمن هاي المنطقة اللي نسقطها شنو R كابتول اللي هو أقل من أي. شنو راح أشوف؟ راح أشوف إنه ماينس رو في في طبعا في المساحة اللي هي شنو 4 على 3 باي R تكعيب. هاي هي كيو انكلوز ضمن هاي المنطقة. هاي بالنسبة للريجن الأولى. الريجن الثانية، الريجن الثانية اللي هي R أكبر أو يساوي لنا أي أقل من B. شوف لاحظ هنا، هنا سوينا إنه بالأي، بس شنو لما وصلنا للبي نخلي أقل من B. يعني هسه إذا راح أرسم هاي الريجن شنو راح يصير؟ كأنما راح يصير بهالشكل هذا، بهالشكل هذا، وراح يكون الجاوسيان سيرفيس هنا نسقطه R بهالمنطقة هنا. هاي المنطقة الثانية نفس ما ذكرنا انه الابسلون في الاي في 4 باي R تربيع، ما راح اذكره، انه فقط الكيو انكلوز هنا راح نركز عليها ضمن هاي المنطقة. شو راح اشوف؟ راح اشوف انه الكرة الداخلية اللي مقدارها ناقص رو في في 4 على 3 باي راح تكون كل الكرة الداخلية، فراح تكون اي تكعيب إضافة إلى شحنة ثانية المحصورة ضمن هاي المنطقة، واضح؟ اللي يشقد مقدارها رو في هاي المنطقة رو في، فراح تكتب زائدا رو في في 4 على 3 باي. هنا شنو راح تذكر؟ تفتح قوس شلون تطلع فقط الفوليوم مال هاي المنطقة المحصورة، راح تذكر انه راح تكون هي ما هي الا R تكعيب ماينس اي تكعيب، واضح؟ هي هاي الفوليوم، كانما الكره الكبيره حجم الكره الكبيره اللي نسقطها ار كابيتال ناقص الكره الصغيره اللي نسقطها شقد اي، راح يطلع لك الفوليوم ضمن هاي المنطقه هنا، واضح؟ هو هذا الكيو انكلوز. طبعا تعوض بقانون جاوس وتبسط وتطلع الالكتريك فيلد بهاي المنطقه. المنطقه الاخيره اللي هي الار اكبر او يساوي لنا بي. فالكيو انكلوز هنا راح تكون ما هي الا شنو راح نشوف؟ انه نشوف انه الكره الداخليه ذات شحنه ماينس رو في في الحجم اللي هو 4 على 3 باي اي تكعيب، اوكي، زائدا راح نشوف شحنه ثانيه اللي هو شنو الرو في. طبعا هنا اذا نبدل اللون اخضر هنا راح نشوف انه هاي المنطقه، هاي المنطقة كلها راح تكون مشمولة بالحساب. شنو شحنة هاي المنطقة؟ شحنتها هي رو في، بس شنو الحجم مالتها؟ الحجم مالتها راح يكون 4 على 3 باي تفتح قوس بي تكعيب ماينس اي تكعيب. ليش؟ لأن هاي المنطقة هنا شنو راح تكون؟ اللي هي الكرة الكبيرة اللي نسقطها بي ناقص حجم الكرة الصغيرة النصف قطرها اي. يلا تقدر تطلع الفوليوم مال هاي المنطقة المحصورة اللي الفوليوم تشارج دينسيتي مالتها اشقد؟ رو في، واضح؟ وتعوضها بقانون جاوس وتبسط وتطلع الالكتريك فيلد. فراح تكون ثلاث مناطق نفس ما ذكرنا، المنطقة الأولى R أقل من اي، المنطقة الثانية R بين أكبر ويساوي لنا اي أقل من B، والمنطقة الثالثة والأخيرة R أكبر ويساوي لنا B.